كان الأستاذ نشأت بيقول إنه مسألة استيعاب ما يحدث في مجال التعليم دي مسألة ناقصة حاليا، ناقصة في ملف التعليم، إنه ربما هناك مشروع فعلي. يعني إحنا بننسى إنه في 2018 كان الرئيس عندما انتخب لفترة رئاسية ثانية كان في ثلاث أولويات للفترة الرئاسية الثانية: التعليم والصحة والثقافة. صحيح، دول أعلنوا في 2018. صحيح. فالتعليم أولوية رئاسية معلنة، وهناك وزير أو وزارة بتنفذ ده، لكن المسألة هل اللي بتقوم به وزارة التربية والتعليم واصل للناس ولا لا؟ أنا أعتقد أنه تكلمت عن نقطة الاستيعاب، مقاومة، كان في مقاومة للمشروع، في مقاومة، لكن في قدر من عدم الاستيعاب لدى قطاع من الناس لما يجري في موضوع إصلاح التعليم. صحيح، وهذه مسؤولية الدكتور طارق شوقي على وجه التحديد، عليه أن يشرح للناس ماذا يفعل وماذا يريد أن يقدم، لأنه ما بتروحش في أي مكان إلا بيقول لك ماذا يفعل طارق شوقي. هو عليه أن يعني، هو كمان التواصل بينه وبين الناس مش كافي، ولابد أنه يبقى تواصل. طب دي نصيحة؟ ادي نصيحة دلوقتي. أنا بقول لما هو يعني نعمل إيه؟ هو الراجل مرة قال قولوا لي أعمل إيه؟ هو لدي لا، هو عنده مشروع الإصلاح، بس لازم يعني وصل إزاي للناس؟ يعني هو عنده المنتج إزاي نوصله؟ هو يشرح أبعاد مشروعه للناس. هو أنا عايز أقول حاجة، اتفضل. إن الوسيط بتاعه يعني زي ما إحنا في الصحافة أما يجي تقول عايزين موضوع مثلا زي الخلفية بتاعت دي، بيقول لك واحد نصحفنها إزاي؟ يعني عشان تكتمها بتحتاج صور، بتحتاج تستخدم لغة معينة. أنا رأيي إنه القضية إنه إزاي تحول مشروع وعملية إصلاحية للناس دي لها ناس بتوعها. صحيح، دي شغلانة، دي صنعة. الناس اللي هم بتوع ماركتينج، هو بقى اللي يقول يعني هو اللي يقول، هو اللي اتخذ القرار. يعني إحنا في عصر معقد، يعني عصر الاتصالات، معلش يعني مهما كان الدكتور طارق شوقي، يمكن حضرتك قلت المقاومة شديدة، أي شيء جديد بيبقى فيه مقاومة شديدة ليه. أنت بتتكلم النهاردة الإصلاح الاقتصادي، ما في عدد كبير جدا مش مقتنع بيه، انه كنا ناكل ونشرب بالفلوس دي نجيب بيها سندوتشات وبلاش نعمل لا، التعليم مشروع يجب ان ندفع فيه، ونعرف انه المصريين اللي بيدفعوا ثلاث اضعاف موازنه التعليم دروس خصوصيه، لو الطلب منهم يدفعوا ربع اللي بيدفعوه للموازنه او لصندوق تحيا مصر عشان يطور التعليم، هيحصل مقاومه حقيقيه. على فكره لازم تطوير التعليم يبقى فيه تطوير المعلم، المعلم هيبه المعلم ده لازم اللي بيعمله الدكتور. لا يعني عايزين نسوقه ازاي؟ انا موافقك ان انت مع تسويقه، بس انا قصدي انه مش لوحده. انا هقول لك، انا يعني انا شايف ان ما يفعله الدكتور طارق شوقي منذ تولى مسؤوليته في وزاره التربيه والتعليم يجب ان يساند من كل وطني في مصر، لكن مرحله اخرى الدكتور طارق شوقي نفسه عليه ان يشرح مشروعه للناس. انا يعني حتى الان بتجد ناس كتير من زملائنا الصحفيين ما هماش عارفين الدكتور شوقي عايز يعمل ايه. هو لديه مشروع اصلاح، لكن ابعاد وعناصر المشروع ليست واصله للناس. ده دور الاعلام. انا هقول بقى، بص، عندك معركه تنميه ومعركه اعلام. هنا بقى معركه الاعلام، الاعلام اللي هو عليها الدكتور عبد المنعم قال انه ممكن الدكتور طارق شوقي دي مش مسؤوليته، ده مسؤوليه فريق من العمل، هذا هو تخصصه. بس يدي توجيه، يدي قرار. يا جماعه ساعدونا علشان انا بقول هو مش معانا. الراجل قال، انا سالته قال قولوا لي اعمل ايه، ادوني وصفه وانا معاكم. هقول لك يا جماعه، قال هو الراجل هاتوا لنا. انا شايف ان هو موجود على السوشيال ميديا وبيرد على الاسئله. يعني مفيش وزير الحقيقه بس يتعرض لهذا الكم من الهجوم. بس المساله مش عشان مقاومينش بيردوا يا جماعه، احنا انت النهارده الاعلام واتساع ادوات الاتصال، انت لو النهارده بتبني السد العالي كان هيعمل لك هاشتاج احرمونا من السردين. ايوه، يعني خلينا برضو نقول انه في القضايا الكبرى ما اتجننت، مش هتقدر الدوله تشرح كل حاجه. هل الاصلاح الاقتصادي ده كنت هتقدر تشرحه؟ العاصمه الاداريه نفسها، النخب اللي كانت بتطالب بانه الحكومه تطلع بره القاهره، هم نفسهم عرضوا اللي قاوموها. اما عرضوا ده بقى بنتكلم فيه اداره التنوع. من المهم، عارف ليه مشروع الاصلاح الاقتصادي؟ من المهم لأن الرئيس نفسه هو اللي بيتكلم في مشروع الإصلاح الاقتصادي وبيشرح كتير. أيوة بيشرح، بس لما يطلع بيتكلم للناس إصلاح اقتصادي يعني إيه، إحنا عايزين نعمل إيه. أيوة بس لكن بس موضوع التعليم بقى موضوع أعتقد هو مسؤولية صاحبه. طب أنا عندي اقتراح، بس عندي اقتراح يعني نقصدر نشوف إحنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة في المشهد اللي جاي ونناقشه إحنا. إدارة التنوع بضدها تعرف الأشياء، يعني لو حد مختلف مع الأستاذ طارق ويجي ويتكلم وحد يرد عليه.
الاثنين والله انا محتاجين انا اعتقد بقى انا اعتقد انه محتاج اداره التنوع وده الجزء المهم قوي في الجمهوريه الجديده اللي هو استراتيجيه انا اقدر احكم على الخدمات وجوده الحياه والحاجات دي انه يبقى في اراء وجدل للتنوع السياسي واهلي التنوع ثراء يعني الاراء الاخرى مهمه جدا عشان النقطه اللي بيقول عليها الاستاذ سليمان دي كلام مهم انه يبقى في اراء وتتشرح ويبقى في ناس